صعب من كل ناحية يعني، بالنسبة للطرق صعبة يعني قدرتنا تطلع على البلد، وبالنسبة للمزارعين يعني نص المزارعين اللي كانوا يزرعوا في الأول هلقيت بطلوا يزرعوا. ليش؟ لأن الطرق صارت مش كويسة. يعني عايشين في البيت هنا زي سجن مكبر، يعني ما بنقدر نتحرك كيف ما بدنا. حتتغير الحياة، هنعيش عيش كويس ونعيش عيش حرية، يعني ما فيش مستوطنين عندنا، فيش جيش، فيش واحد يقول لنا ممنوع تطلع ممنوع تنزل. وكيف كانت قبل ما صارت الانتفاضة؟ كيف صارت من بعد الانتفاضة؟ وكيف مثلا زي اوني وان ذات وركس؟ شو شغلك؟ والله عامل. عامل وين؟ صور. بقل الاكل وبقل الملابس. يعني بس صار في يعني خوف ورعب. اسفه كثير حاجه بس لانه ما بتزبط الكاميرا غير هيك. والله بعد الانفصال ان شاء الله احنا بنكون مبسوطين، علشان الواحد بتنفتح الطرق يعني، والزي بنشال الحواجز، بصير الواحد يتحرك بحريته وبراحته، بصير ان شاء الله شغل، والواحد بيعيش حياته الطبيعيه زي ما كان قبل.